النهارده نادي مسنين الانطره غرب جاي مع 50 مسنه من الانطره غرب علشان بنأيد اللواء احمد القصاص اللي رفع راسنا، اللي خلينا حسنا بادميتنا، اللي حسسنا ان احنا شريحه من المجتمع. انا بقول يا سياده الرئيس، يا سياده الرئيس اعمل معروف، احنا محتاجين اللواء احمد القصاص اللي حافظ على ادميه المسنين، اللي عمل لنا كيان، اللي خلانا نحس بادميتنا، اللي خلانا فرحانين بقى جميل بعد ما كنا مصنشين. اول محافظ يهتم بينا، اول محافظ يحس بالشريحه دي. احنا بنترجى بنذكر الله عز وجل وبنشكره ان حبانا بمحافظ زي دوت. ربنا يحميه ويبارك.